أقدم مسلح حوثي في محافظة المحويت على قتل والده ووالدته رميا برصاص. قال مصدر محلي أن الشاب ويدعى محمد علي أحد مسلحي ميليشيات الحوثي الانقلابية يبلغ من العمر 30 عاما أطلق النار على والديه ليفارق الحياة. أضاف أن الجاني لذا بالفرار بعد سرقة أموال والده، وبعد بحث استمر 3 ساعات من قبل أهالي الحي تم إلقاء القبض عليه وتسليمه. ولفت المصدر إلى أن الجاني أحد مجندي ميليشيات الحوثي وسبق أن قاتل في صفوف الميليشيات في عدة جبهات.